السلام عليكم، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر كل ما هو جديد. ايه يا عم، خلاص دخلت لك بداخل القناة معرفة وده كله برضه مش عايز تشترك في القناة؟ انزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد عن الحيوانات. عايزين نوصل 10,000 مشترك في اقرب وقت علشان انزل لكم ستوريهات كل يوم باللي بيحصل معايا في يومي. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تدوس زر اللايك عشان ده فعلا بيساعد. والنهارده هنبدا فيديو الدعوة بتاع حضرموت، الفيديو المنتظر بتاع تدريب الصقر، وكل واحد مشترك في القناة ديت مستني الفيديو ده بفارغ الصبر. فاخيرا جبته لكم ويلا نبدا الفيديو. بس اشترك في القناة. ها شاطرة، جدع روزي، عجبك الأرنب انت صح؟ كملي يلا أكل. شاطر، يا شباب هذه رزان تاكل لحم الارنب. يا شباب ارجو الاشتراك بالقناة، يا شباب لا تتفرج وما تكون عامل لايك. يا شباب مشان عيون هذه رزان، يا شباب لقيتي العربية حلوة ولا نتش رزان؟ رزي رزان، شطرة جامد، شد جامد هذا. يا شباب عشان اللي بيقول ان ده بس لحم دجاج، لا ده لحم ارنب. انا مبأكلش دجاج لان الدجاج غلط. تاني مرة يا شباب رزان، هاي 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 رزان، هاي هاي شطرة. تاني شد جام دلوقتي. هحاول ارش مية على الفريسة علشان ترطبها وبتاع تبقى كويسة ليها. يلا بص احطها كمان مرة، لو جات على الدعوة المرة دي كمان مرة هديها الورك تاكله كله بقى، تفهم؟ زي مكافأة كده للرزان. بس يلا كمان مرة. هاي روزي، انا بعدلها يعني المسافة بعيدة المرة دي. رزان هاي رزان، تعالي خدي. شكلها مش هتيجي المرة دي. شاطر، جت هديها الفخذ كله بقى المرة دي عشان مكافأة ليها انها جت. شاطرة يا رزان، والله انا هديك الفخذ كله عشان انت جيتي دعوة واستجبت للموضوع. هخليها تكمل بقيه الفخذ كله يا جدعان، بس على ايدي، لازم على ايدي عشان تكمل، عشان تتعود. هي كده كده متعوده على الاكل على ايدي، بس عشان تعرف ان الاكل كله دايما على ايدي وتيجي دعوة بقى بعد كده مسافات كبيره عادي. شاطرة يا رزان، شاطرة، عسل. يلا بقى اشوفكوا تاني يوم دعوة.
كفو رزان كفو. يا شباب دي رزان الصقر الشرياس هيت. تاني يوم زان هادي طبعا يا شباب لحم الدواجن غلط على الصقور، غلط تأكل لحم فراخ او اي طير داجن. بس انا مضطر حاليا علشان السمان خلص من عندي ولازم الصقر ياكل اي حاجة، فغلط لحم الدواجن، لازم تأكل سمان او حمام او ارانب. رزان تشوفوها كانت تاكل ارانب بس الحين تاكل لحم دجاج بس لظروف خاصة. ازيك يا شباب عاملين ايه؟ رزان بتتشمس دلوقتي فرحانة مبسوطة بالشمس بتاعت الساعة 10:11 ديت، وتراقب بقى الحاجات من البلكونة، كل ما عصفورة تعدي تلقطها كده انت فاهم عايزة تاكلها. بس يلا رزان ان شاء الله اجيب لك عصافير يوم الجمعه، اجيب لك عصافير. كل ما احط لها البرقعه تقلع البرقعه، غريبه يعني مش عارف ازاي في حاجه اسمها صقر يقلع البرقعه بس تقلع البرقعه. يلا سيبها بقى تشمس شويه، فاهم الشمس مفيدة جدا، ونجيب لها أكل بقى ونشوف هتيجي دعوة ولا لأ. جدد من رزان، زهقت ما بتجيش على الدايرة، ما بتجيش على الدايرة خالص، زهقت منها. هاي رزان، رزان جدع شاطر، هذه جت يا جدع. روح تاني، روح هطلعك والله اجيب لك تاني. خفيش مسافة ابعد شوية يا جدعان. رزان، رزان مسافة ابعد جامد قوي كمان. رزان خدي راح فيه.
تاني مرة مسافة أبعد. وزان وزان يلا وزان يلا يلا هاي وزان هاي شاطر شاطر هديك هديك ان شاء الله هاي هاي وزان الله الله عليك خلاص اقعد هديك تاني شاطر شاطر رزق وزان دي راس الارنب يا جدعان ها راس الارنب بقى خلاص لو جت المره دي هديها لها كلها كانت بتكمل فيها بقى لها فتره وزان شاطر جدع جدع والله مسكي خديها بقى كلها انا هسيبها اكملها على ايدي بقى كده عن المره راح فين لا لازم اسيبها تكمل على ايدي يا جدعان راح اطلعها على ايدي دلوقتي اخليها تكمل كملي يلا على ايدي يا رزان هنا الارانب من الفرائس الحلوه جدا اللي انت ممكن تديها للصقر يعني من الفرائس الجميله جدا 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 اللي انت ممكن تديها للصقر يعني دلوقتي بتاكل في العين انا مش عارف العين بسطاها يعني ولا ايه مش فاهم راحتك بصي كملها كلها من غير اي حاجه خلاص وانت كده شكلك النهارده كده اتعشيتي بقى خلاص صح المهم بقى سلمي على المتابعين بتوعي وبيقول لك ان احنا داخلين على 6000 مشترك يا رزان يعني حاجه حلوه بقول لك داخلين على 6000 مشترك ايه ما بتسمعيش قول لهم شكرا على الدعم المتواصل والكلام الحلو ده طب ماشي